الرئيس النمساوي يحذر حاكمة النمسا السفلى من الأفكار المتطرفة. قوات كبيرة من الشرطة تحاصر أحد مساجد فيينا بعد خلاف إداري. خبراء اجتماع يؤكدون على أهمية التعددية في سوق برونينمارك. غرفة الاقتصاد تحذر من نقص 30,000 شخص في قطاع السياحة. استثمار 1.5 مليار يورو في الصلب الأخضر الصديق للبيئة. ألمانيا تطلب شراء 100 مدرعة من النمسا طراز بوكسر. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على نمسا ميديا لهذا اليوم، وكل عام وأنتم بخير في شهر رمضان المبارك. انتقد الرئيس النمساوي فاندر بيلن ميكال لايتنر حاكمة النمسا السفلى أثناء أداء اليمين الدستوري بسبب الائتلاف مع حزب الحرية، وقال: أستطيع فهم العديد من المخاوف بسبب هذا التحالف، حيث أن كثيرا من الناس قلقون، وأضاف: يجب أن تفعلي كل ما في وسعك لوقف النزاعات الاستبدادية المناهضة للديمقراطية والمنتهكة لكرامة الإنسان في الوقت المناسب. وأمس الخميس تولت لايتنر منصبها في الجلسة التأسيسية لبرلمان الولاية في سانت بولتن. Nur hier werden sehr genau hinsehen, wie sich auch ihre Regierung, diese Landesregierung hier verhält. Ob nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt wird. Sehr geehrte Frau Landeshauptfrau, nicht nur die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher erwarten von Ihnen, sehr genau hinzusehen und alles zu tun, um antidemokratische, die Würde des Menschen verletzende, autoritäre Tendenzen rechtzeitig und entschlossen zu stoppen. حققت الشرطة مع عدد من الأشخاص في مسجد الفتح في فيينا بسبب اندلاع شجار بين القائمين على إدارة المسجد قبيل صلاة الجمعة. وحاصرت قوة كبيرة من الشرطة المدججة بالأسلحة، وحسب شهود كان الخلاف على من يلقي الخطبة، ولكن يقال أن السبب الحقيقي هو خلاف على قرار صادر بحق المسجد لتسديد 65,000 يورو ضرائب، ويقال أن المسجد أصبح مركزا للتكسب والربح. وقال متحدث من الشرطة لمراسل إنفوكرات بأن المسجد مغلق لهذا اليوم، ولم تقدم الشرطة أي معلومات إضافية. أثارت تصريحات رئيس حزب الشعب في فيينا كارل مارر عن سوق برونينمارك الكثير من الانتقادات والنقاشات. وقال المدير السابق للسوق توماس بليزر: العرب يحلون محل الأتراك وهذه دورة طبيعية. أما عالم الاجتماع أرنو بيليغرام أكد أنه يتم الحفاظ على السوق من قبل أشخاص جدد، وهذه آلة التكامل. وقد وصف مارر السوق على أنه فشل للاندماج، وأن السوريين والأفغان والعرب استولوا عليه. ويعتبر السوق واحدا من أطول أسواق الشوارع في أوروبا، يعمل فيه 46 جنسية مختلفة. حذرت الغرفة الاقتصادية النمساوية VKO من أن قطاع السياحة يعاني من أزمة الطاقة والتضخم ونقص العمالة، وهناك نقص 30,000 عامل. وأضافت: رغم أن وضع الحجوزات جيد جدا، يمر قطاع السياحة بأوقات عصيبة بسبب الاتجاه نحو العمل الجزئي بنسبة 42%، إضافة لنقص أماكن رعاية الأطفال ونقص العمالة الماهرة. وتتوقع VKO وجود فجوة إضافية بين الوظائف الشاغرة وعدد الأشخاص العاملين بحلول عام 2040، وستكون هناك حاجة لحوالي 20,000 عامل في قطاع الفنادق والمطاعم.
تخطط شركة فويستالبين النمساوية المتخصصة في قطاع الصلب استثمار 1.5 مليار يورو في إنتاج الصلب الصديق للبيئة في البلاد. وتستبدل الشركة فرن صهر واحد في النمسا العليا بفرن كهربائي ينتج حوالي 2.5 مليون طن سنويا من الفولاذ منخفض الكربون بحلول نهاية هذا العقد. وقال رئيس الشركة أن هذا أكبر برنامج لحماية المناخ في النمسا، حيث سيسمح لنا بتوفير 5% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بدءا من عام 2027. أعلنت وزارة الدفاع الألمانية شراء 100 مركبة مدرعة قتالية طراز بوكسر من النمسا من أجل تحديث قواتها. وأعلنت الوزارة أن البلدين وقعا اتفاق تعاون لاستيراد المركبات القتالية المزودة بمدافع 30 مليمترا، وتبلغ قيمة الاتفاق 108 مليار يورو في مشروع أطلقته ألمانيا بعد 3 أيام من الغزو الروسي لأوكرانيا. ومن المقرر أن تحل هذه المركبات محل مركبات فيستي لتزفاي التي يستخدمها الجيش حاليا، ومن المتوقع تسليم الوحدات الأولى في 2025. ونذكركم بمتابعة برنامج همسات رمضانية المباشر عبر موقعنا الرسمي وقناة اليوتيوب الذي يبث يوميا قبل الإفطار. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم. كنت معكم أنا ليلى مكتبي، أمسية سعيدة، إلى اللقاء.